الشامم شكل جاله كورونا ولا ايه؟ هل فقدان حاسة الشم دليل على اصابتك بفيروس كورونا؟ قبل اي كلام من سنة فاتت قبل ظهور الكورونا، لو كان جالك فقدان في حاسة الشم فكنت غالبا بتطنش وكنت بتقول يوم او يومين وثلاثة وهتروح، وغالبا يوم ما كنت بكبر الموضوع وتروح لدكتور كان الدكتور ممكن يقول لك شوية التهابات في الجيوب الانفية او التهاب في الجهاز التنفسي او نقص فيتامين بي 12 او بعض الالتهابات في المخ والاعصاب او نقص في ميتابوليزم الجسم. طب ليه الموضوع بقى مهم النهاردة؟ اولا علشان لاول مرة في التاريخ ينتشر وباء بهذا الشكل وتصنفه منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي، وان فقدان حاسة الشم النهاردة يعني كوفيد، وده طبعا بيخلي ناس كتيرة تروح للمستشفيات عشان تكشف وتروح لدكاترة عشان تكشف عندهم، وبالتالي ممكن اصلا ما يكونش عندهم اصلا كورونا، ممكن يكون شوية التهابات في الجيوب الانفية، فبالتالي انت دلوقتي رايح لاماكن المرض بنفسه، فبالتالي ده بيعرضك لو انت ما عندكش اصلا كورونا وعندك شوية التهابات عاديين في الجيوب الانفية او في الجهاز التنفسي ممكن يبقى انت معرض للاصابة بفيروس كورونا. هتسألني دلوقتي وتقول لي ازاي افرق اذا كان عندي كورونا ولا فقدان حاسة الشم نتيجة التهابات بعد الجيوب الأنفية؟ كمل الفيديو للآخر. يا اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من معلومه في العضل. انا حسام الصاوي ودي معلومه في العضل، ولاول مره تشوفنا على اليوتيوب انزل اشترك في القناه بتاعتنا وما تنساش تشغل الجرس، اشترك عشان يوصلك كل جديد في عالم الطب. قبل اي كلام لازم تعرف اي فيروس بيخش الجسم لازم بيبقى داخل عشان يصيب خلايا معينه. طب هو الموضوع بيحصل ازاي؟ اي فيروسات البرد الكتير اللي بنقول عليها نزلات البرد زي ادينو فيروس، الادينو فيروس ده ممكن يمسك في الرئتين ويروح للجهاز التنفسي وممكن يسبب لك كحه بالاضافه للعطس، وممكن ينزل في الجهاز الهضمي يسبب لك الاسهال ووجع في البطن. كل ده الادينو فيروس اللي هو نزلات البرد العادي. تاني واحد معانا الرينو فيروس. الرينو فيروس ده من اغلب واشهر فيروسات البرد اللي هي بتجيلك، وغالبا لما بيجيلك برد اللي هو البرد العادي بيكون الرينو فيروس. الرينو فيروس ده يا جماعه بيخش في الاغشيه المخاطيه بتاعت المناخير فبيسبب لك انسداد في المناخير في بعض الاحيان او سيلان، وممكن يخش للجهاز التنفسي ويسبب لك كحه شديده ووجع في الزور. نيجي بقى للكوفيد بتاعنا او الكورونا اللي مجننا العالم. هل فقدان حاسه الشم دليل على اصابه بفيروس كورونا؟ في الوقت بتاعنا ده هذا اللي هو الوقت الوباء العالمي منتشر في جميع انحاء العالم، وبعض الدراسات والاستبيانات والكيس ستادي من جميع انحاء العالم بالاضافه الى منظمه الصحه العالميه ان فقدان حاسه الشم يعتبر كوفيد، بس كوفيد بسيط، كوفيد مش هياثر على الجهاز التنفسي، كوفيد مش هيخليك تروح المستشفى لبعض الحالات الحرجه زي بعض الحالات اللي انت بتشوفهم في التلفزيونات وعلى النت. الكوفيد ده مش هياثر على الجهاز التنفسي بتاعك، كوفيد مش هيبقى ليه اضرار زي اللي احنا بنشوفهم مع الحالات المزمنه، وغالبا اصلا ممكن يكون الكوفيد ده جالك كنت ما انتش واخد بالك اصلا، ولولا ستر ربنا علينا. بس اللي انا اقدر اقوله لك لو انت حسيت بفقدان حاسه الشم اعزل نفسك. تاني حاجه ابدا احلل او استشير بعض الاطباء المتخصصين. بس مش عايزك تنسى يعني كل ما يجي لك فقدان حاسه الشم تقول اللي عنده كورونا، لا طبعا. احنا زي ما قلنا في بدايه الحلقه ممكن يكون التهاب في بعض الجيوب الانفيه او ممكن يكون نقص فيتامين بي 12. وبكده تكون حلقتنا خلصت النهارده. لو عجبك المحتوى اللي بنقدمه على اليوتيوب وعايزنا نستمر فيه انزل اشترك في القناه بتاعتنا وما تنساش تشغل الجرس، اشترك عشان يوصل لك كل ما هو جديد في عالم الطب. كل امنياتي بالشفاء والقوه لمحاربي الامراض في كل مكان. اشوفكم الحلقه الجايه.